keepers ready, judges ready, competitors get set, go! They're right into it. مسابقة جزي صوف الخراف رياضة يهواها النيوزيلنديون بكون بلدهم المصدر الأول للخراف في العالم. أستراليون وإنجليز وفرنسيون تهافتوا إلى ماستر تاون، الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا التي تنظم مسابقة كل سنتين لأفضل جزازي أصواف الخراف، حيث تعتبرهم رياضيون من الطراز العالمي. اتحاد المزارعين في نيوزيلندا دعا إلى الاعتراف دوليا برياضة جزي أصواف الخراف وإدراجها ضمن الألعاب الأولمبية. لن يفاجئني إذا أصبحت مسابقات جزي أصواف الخراف بعد سنوات جزءا من الألعاب الأولمبية السنوية، فهذا مفيد للمزارعين في كل مكان. كل متسابق يتفنن بأسلوبه الخاص في تعرية الخروف من صوفه، وويل لمن يخطئ ويصيب الخروف بجراح فيفقد نقاطه في المسابقة. وقام المتنافسون بجز أصواف ما يقارب 700 خروف في فترة تعادل 8 ساعات، وفي النهاية يتوج الفائز بطلا في جز الخراف. كفاح زين، العربية.